بركات وزير التعليم العالي. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن نحتفل وإياكم اليوم بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الجامعة العربية الدولية الخاصة. نبدأ حفلنا هذا بالنشيد العربي السوري. كلمة الطلبة تلقيها الطالبة مروة محمد عدنان بردخاني. الأستاذ الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي. الأستاذ الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس الأمناء. الأستاذ الدكتور عبد الغني ماء البارد رئيس الجامعة العربية الدولية. الأستاذ المهندس محسن مقصود رئيس مجلس إدارة شركة الجامعة. أساتذتي الأفاضل، زملائي الأعزاء، الحضور الكريم، إنه لشرف عظيم أن أقف بينكم اليوم متحدثة نيابة عن زميلاتي وزملائي خريجي الدفعة الأولى دفعة الجلاء من طلاب الجامعة العربية الدولية. أيها الحضور الكريم، نقف أمامكم اليوم مزودين بالعلم والمعرفة، وهذا كله بفضل جامعتنا وأساتذتنا المشهودة لهم بالخبرة والتميز. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر لكل ذي فضل علينا بعد الله تعالى، ولكل من قدموا لنا الدعم لمواصلة المسيرة العلمية، وعلى رأسهم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. راعي العلم والعلماء في هذا الوطن، والشكر أيضاً للأستاذ الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي على دعمه للجامعات الخاصة وطلبتها، والشكر كل الشكر لجامعتنا العزيزة ممثلة برئيسها ومجالسها كافة على الجهود التي بذلوها من أجلنا، وبخاصة أساتذتنا الأكارم. ولا ننسى أبداً من كانوا سبب وجودنا وبناء مستقبلنا، آبائنا وأمهاتنا، فلهم منا العهد على أن نبقى عند حسن ظنهم أبناء أوفياء لخدمة أسرنا ووطننا الغالي. كلمة الجامعة العربية الدولية الخاصة يلقيها الأستاذ الدكتور عبد الغني ماء البارد رئيس الجامعة. الأستاذ الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي راعي هذا الاحتفال. أيها الطلبة الخروجون، أيها الحفل الكريم، إنه ليوم عظيم في تاريخ الجامعة العربية الدولية، إذ يشهد تخرج الدفعة الأولى من طلابها، ويشكل نهاية المطاف لمرحلة من حياة أبنائنا الخريجين. يتوج هذا اليوم مرحلة السنوات الخمس الأولى في طريق تحقيق حلم الكبير لمؤسسي هذه الجامعة وطلابها والعاملين فيها، ألا وهو أن تكون هذه الجامعة متميزة بكل مكوناتها من أساتذة وبرامج دراسية وطرائق تدريسية وبيئة معمارية تتوافر فيها جميع الشروط الجيدة للوظيفة التعليمية والمريحة للطالب والأستاذ في سبيل أداء أفضل.
وتشارك الجامعة العربية الدولية حاليا في مشروع صياغة هيكلية مركز الكارير سنتر حسب المقاييس الأوروبية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية بدعم من مشروع تيمبوس للاتحاد الأوروبي وبإشراف مباشر من وزارة التعليم العالي. وجدير بالذكر أن الرديف لهذا المشروع هو مشروع الاعتمادية طريق إلى ضمان الجودة، والذي تعمل الجامعة به بإشراف الوزارة وبمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والخاصة السورية وعدد من الجامعات الأوروبية الشريكة، والذي يدعم بالخبرات من مشروع تيمبوس للاتحاد الأوروبي أيضا. الشكر والمحبة والتقدير إلى الجهة الراعية لهذه الجامعة، وزارة التعليم العالي ممثلة بالأستاذ دكتور غياث بركات رأس هذه الوزارة وراعي هذا الاحتفال، وجميع الأخوة العاملين فيها وبخاصة مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة ومجلس التعليم العالي. فنحن نشكل جميعا فريق عمل واحد هدفه ضمان جودة التعليم من أجل ضمان مخرجات تعليمية قادرة على حمل رسالة متابعة بناء وطننا. شكرا لكم أيها المحتفلون، وإلى اللقاء في مناسبة تخرجي القادمة. كلمة مجلس أمناء الجامعة يلقيها الأستاذ الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الدولية الخاصة. أتقدم بداية بتقديم الشكر والامتنان للسيد الأستاذ الدكتور غياث بركات المحترم على رعايته لهذا الحفل وحضوره شخصيا لمشاركتنا فرحتنا ورعايته المستمرة لمسيرة التعليم العالي في بلدنا الحبيب سوريا. إننا مدينون لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي فتح أبواب هذه الجامعات الخاصة أمام شبابنا وشاباتنا. كم أعطت هذه الجامعات من فرص، وكم وفرت من جهد ومال. لقد أعاد أحياء مدن العلم في بلدنا، وكأني بمدينة الصالحية وقد انتشرت في كل مكان. فإليه نرفع آيات الشكر والعرفان. إخوتي الخريجين والخريجات، وإذا ما أردتم متابعة الدراسة والحصول على شهادة الدكتوراه في الجامعات السورية أو الجامعات التي عقدنا معها الاتفاقات، فاعلموا أن جامعتكم هي أولى بكم، وهي ترحب بكم مدرسين فيها مساهمين في إغنائها وتوسيعها. أهنئكم وأدعو المولى سبحانه أن يرعاكم. السلام عليكم. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي. أتوجه أولاً إلى الخريجين المحتفى بهم، مبروك لكم، مبروك لأهلكم، مبروك للوطن. نحن سعداء وزملائي في وزارة التعليم العالي في أن نشارككم هذه الفرحة. أهنئ الجامعة على تخريج كوكبة جديدة ستدخل إلى ميدان العمل مؤهلة وقادرة على المشاركة في بناء هذا الوطن. إنني سعيد جدا في أن تحتفي الجامعات الخاصة وتشارك الجامعات الحكومية في هذا التقليد، وأن تسهم في تخريج كوادر مؤهلة. كان حلم وأصبح حقيقة في آن واحد. وكما ذكر السيد رئيس الجامعة، نعمل على الارتقاء
والنهوض بمستوى التعليم العالي على المستوى الوطني سواء في الجامعات الخاصة أو الحكومية. ولذلك ندعم الجهود في سبيل توفير الاعتمادية. ولكن أود أن أهنئ الجامعة العربية الدولية على هذا الإنجاز وعلى تخريجها هذه الدفعة 160 طالب وطالبة، وأهنئ مجلس الأمناء رئيسا وأعضاء، وأهنئ الأساتذة، وأهنئ أهل الخريجين الذين هم كانوا الدافع الأساس وراء هذا التخرج. مرة ثانية مبروك لكم، مبروك للجامعة، مبروك للوطن. أما الآن فندعو السادة الطلبة لاستلام شهاداتهم، وبداية أدعو الدكتور وزير التعليم العالي والدكتور رئيس الجامعة والدكتور رئيس مجلس الأمناء لتسليم الشهادات. نبدأ بكلية إدارة الأعمال التخصص تمويل واستثمار ومصارف. مروى محمد عدنان درخباني. أحمد محمود الصاطي. إيناس محمد زين المصري. ميرا أنتون بندر. طبعا الطلبة الذين أدعنا أسماءهم الآن هم من تخرج بدرجة امتياز. دينا عدنان عمران. ليلى محمود مروان اليماني. محمد صالح عبد القادر العبدلي. بانا محمد رياض شهاب الدين. نزار ترجمان. أحمد نادر الأزم. سالي هديها. أغور هرانت مرشو. كريم صديق هارون.
كنان عبد الرحمن حسينو. مايا خليل عكاري. محمد نور أحمد الإدلي. كريم عنبار الهبل. طارق عمر عديل. ليلان غسان غزال. حنان محمد وائل الحناوي. محمد أحمد الحبان. علاء الدين محمد زياد السطار. نسرين نسيب الحفار. يارا سمير سعيفان. أحمد محمد مأمون شرف. خالد أحمد الكنفاني. يحيى مراد عرقسوسي. سامي محمد منير السيروان. نور نبيل الجابي. رزان سمير المجدود. سلطان سكاب. محمد حسان سليم القهوجي. باتريشيا أنطو ناصيف. حمزة حسان حوراني. لؤي حنا قلوبي. محمد عمورة.
آلاء رياض القبيطري، غزل محمد نوري العاقل، مجد مختار سنان، محمد مصطفى الكمسي، أحمد عبد العزيز الجرة، هبة هلال كيوان، تامر زهير حمد، سلوى عبد الوهاب السمان، بشر أحمد قويبر، حمزة بشار الشمعة، ساري سمير الدبس، محمد أسامة أحمد توفيق شنن، داليا محمد سعيد قسومي، خالد جمال الخوان، صالح الشربجي، أكرم محمد نواف زيدان، علا خلدون الغبرة، محمد دلول، باسل محمد غياث الفطيب، كلية إدارة الأعمال، التخصص إدارة، أنوش بارسيخ يوركان، فرح أحمد عروس، مروى عدنان الذهبي، هاني معتز الرواس، بندر ياسين بركة، جميل محي الدين جمعة،
صافي ناس فواز حقي. نور محمد علي الشويكاني. زينب علي بعلبكي. فيصل سمير الإيمان. سوزان ميخائيل الشيخ. مهند عبد البديع الحرستاني. كلية إدارة الأعمال التخصص تكنولوجيا معلومات إدارية. جميل مروان سمعان. أيمن محمد غياث الزيات. محمد كنان. محمد زهير تلاج. حسني نبيل قاضي قران. محمد معاذ. محمد سامر النص. جهاد عمر كريز. أما الآن فأدعو الدكتورة وثيقة زدور عميدة كلية الصيدلة. بدرجة امتياز الطالبة غيداء عدنان الفرة. نور وليد تميم. سليمان طاس. إيمان محمد أمين حجازي.
محمود قسومه. سلمى محمد ماهر النابلسي. محمد عامر محمد مروان بشواتي. فرهاد حسن حمادي. سلوى احمد الشاهر. ميادة حسن محمود. عامر معين اشرفي. عبد الوهاب حازم بركات. عمر محمد قشمير. عبير فرج عبد الاحد. محمد إبراهيم محمد. صفاء جميل الأمين. لينا نمر قمر. محمد زاهر محمد زهير حمشو. ديما كنان الأصبحي كشورة. محمد نبيل سرميني. يزن محمد فواز الريس. مجد احسان صياد. محمد فراس محمد نديم قطري. محمد بسام ابو سعود. مضر نبيل ميهوب. محمد جميل غزوان السمان. محمد رسلان الخياط. عمار محمد مروان نشواتي. باسم محمد.
محمد الدرساني. ماجد محمد عيد. منير محمد عدنان العلبي. أحمد هاشم سكر. أنس درويش الزعيم. محمد وليد وهبي. سارة منير جرعود. بتول طلال فارس. رامي عبد القادر البطران. إيلان محمد حلواني. إبراهيم أحمد مراد. يامن أحمد الوادي. محمد سعيد الصفدي عميد كلية الهندسة المعلوماتية. الهندسة المعلوماتية التخصص علوم الحاسوب. عامر ناهد الصوص. عامر عادل راضي. محمد ممدوح محمد مناف طرابيشي. محمود سعيد الخولي. نور الدين محمد عيسى الصفار. الأستاذ الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي.
الشباب الخريجون. بهذا أعلن استكمال مراسم تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعة العربية الدولية دفعة الجلاء. بهذا أعلن استكمال مراسم تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعة العربية الدولية دفعة الجلاء، وكل عام وأنتم بخير.
AIU بتعد جيل متميز من الخريجين الجامعيين القادرين على تلبية الحاجات النوعية للمجتمع والنهوض فيه. حضورنا الكريم سهرتنا مميزة ومروعة، إنما هلا بداية رح نبتدي مع نشيد الجامعة. Thank you.
There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. As she stalked the room, I could feel the aura of her presence. Every head turned, feeling passion and lust. The girl was persuasive, the girl I could not trust. The girl was bad. The girl was dangerous. You know you want me.
لا أحد يهتف باسمي. أنا حزين. يا لهذه الموسيقى الجميلة. طوني طنصة طنوس طنطون. رقصوا الشباب حلو مثل مايكل جاكسون. ايه مثل مايكل جاكسون واحلى من مايكل جاكسون. كنت عم بحضر هذيك المرة أوبرا وينفري قالوا إنه مايكل جاكسون توفى موتة ربه من وراء الأدوية اللي كان عم ياخدها. ايه ما حدا قتله يعني. ما بعرف بس بعدها بيومين حضرت زافان كان عم بيقول إنه لقى إنه طبيبه قتله. ما بعرف. زافان باع كل ما يملك، باع بيته، باع عائلته، باع كرامته، باع صيته، فاستفاق في يوم من الأيام ملقا على الرصيف بين الكلاب والفئران. إنها المخدرات أبيض بالسفيع. استاذ شهيد الأفيوني سأعود إليك في سياق الحلقة. شو هيدا مالك مكتبي كلهم أضرب من بعض. أنا بلاقيهم أصلاً توني بتعرف أنا ما بحب هالتوكتشوات يعني بفضل أحضر ميلودي. رجعنا لميلودي وعو عو عو ما بعرف شو يعني. لا عن جد عو. شو إلها علاقة بالعو؟ ما عم بفهم الغنية. بنات عم تتشخلوا عو 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 إنه شو شو. لا هديك المرة حضرت مقابلة لهيفا عن جد على ميلودي سألوها كل سؤال أذكى من الثاني. هيفا هيفا سألوها أسئلة ذكية. إيه أسئلة كتير ذكية. سألوها عن الاحتباس الحراري وطبقة الأوزون وجاوبت بطريقة كتير ذكية. هيفا؟ إيه هيفا توني. طيب شو جاوبت؟ هاي أنا هيفا. بدي أقول إنه أنا ضد الاحتباس الحراري بس مع الاحتباس بفراري. لأنه كل احتباس إلا ما يبش بوجود هيفا. وبدي أقول إني ضد اللي فخته. معقول هالطريقة الوحشية بفخته لطبقة الأوزون. أوزون بالأوزون منك. ايه ولا يهمك. بدي خبر المشاهدين عن الفيلم اللي صورته بمصر أخذ فيه كاركتير بنت اسمها بيسي. ما أنا أجمل قطة بالعالم. دي خرمش. وبمصر تعرفت على جوزي أحمد أبو غشيمة. هشيمة. عملت عرس أسطوري عزمت فيه كل الصحافة. بس ليك بفضل إليسا يعني صوتها إليسا هيك بحبه ما بعرف. هلا هيفا بتجنني انت شكلك. بس اغاني اليسا يعني فيهم احساس ما هيك. هلا اليسا اغنيه احلى وحلوين يعني بس لازم ترك شوي على الانجليزي تبعها. مش معقول انجليزي. هاي اي ايو اي وانت تو ثانكس جاد فور ذا جويفل مومنت. Thanks God. I want to thanks also my family, my father, my mother, and my sister-in-law. ومنا استحيت غنية لو تعرفوه. I want to thanks Highness وليد بن طلال. Chairman of Rotana, Highness Walid, please applaudizing. Highness Malion Zaid Bahsebe, thanks.
I want to thanks also Dr. Shul for my feet. Thanks, Dr. Shul. And a great thanks to all my fans all over the world. Thanks. And thanks to all my teachers who taught me English in universities. Thanks, everybody. بتعرفي بس روتانا يعني عندهم فنانين كثير كبار هيك الفنانين الكبار مهمين يعني بس للاسف عم يضحشوا عليهم الفنانين الصغار الجداد يعني مش عم يتركوا لهم مجال لدرجه انه اضطروا الفنانين الكبار اوقات يغنوا لهالفنانين الصغار شوي عرفت كيف؟ مثلا سمعت هذيك المرة هيك ما صدقت ديني كنت عم بحضر روتانا سمعت الفنان مثلا ماجد الرومي سمعت واحد عم بيقول الفنانة ماجد الرومي من بعد الدويتو الشهير مع علي الديك نعم من بعد الدويتو الشهير ديك الرومي ماجد الرومي الفنانة الكبيرة اليوم تغني لدومينيك عطريس قفل راسه عطريس قفل راسه يا عطريس كمان سمعت كاظم الساهر الفنان الكبير كاظم الساهر يغني هيفا رجب حوش صاحبك عني رجب صاحبك جنني رام وجعي يا رجع كمان سمعت هون مسجد الدينية يعني سمعت سلطان الطرب جورج والسوق نعم سلطان الطرب جورج والسوف أبو وديع يغني أهلا وسهلا فيكم حبيبات قلبي أهلا وسهلا فيكم سلطان الطرب جورج والسوف يغني للفنانة اللهلوبة روزي مين هيدي ما بعرف نوسو نوسو بابا انت يا احلى بابا نوسو بابا انت يا احلى بابا نوسو بابا انت يا احلى بابا وديني المرجحة ولا السيمة يا بابا طالما الحديث عن وديع كمان ابو وديع وديع الفنان الكبير وديع الصافي يغني ايضا هيفا نعم
لايك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح لم نبس الواوا شلنو صار الواوا بح قربك خليني غمرني ودفيني مريني خليني غمرني ودفيني أنا من دمك برداني أح أو لايك الواوا لايك لايك الواوا لايك Oh, like a wawa, like, oh, like a wawa, like a wawa. Shukran. الصوت ويخلي الفنان الجبار جبل من لبنان ودي عصافي بصحته حضورنا هلا وصلنا لمفاجأة السهرة أهم مفاجأة لليلة سيما مسك مع فنان صاحب صوت جبار صوت جبلي الليلة رح يولع لنا سهرتنا بأغاني انتو بتحبوها كتير بسرنا الليلة نستقبل الريس أبو علي عرفتوا مين عم بحكي؟ عرفتوا مين عم بحكي؟
مساء الخير. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. بشكر اداره الجامعه العربيه الدوليه اللي فتحت لي الفرصه اكون معكم اليوم. بشكر حضوركم كله ومبروك لدفعه الجلاء التخرج. الف مبروك. شكرا لحضوركم.